السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانات. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير كيكة بتقنية زين اللي هي بسيطة جدا ومكونات بسيطة وطريقة تحضير كذلك بسيطة واللي كنحضروها فقط بزوج ديال البيضات. إذا بعد ما فتحت لكم الكيكة من الداخل كيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل. شفتوا معايا راه كتجي لذيذه وبسيطه وسهله، مكوناتها بسيطه والشكل ديالها راقي وتقنيه تزيينها هي اللي هي تقنيه بسيطه وكنحصلوا على نتيجه مختلفه على التزيين العادي والمعتاد. شكرا لكم على كل تعليقاتكم، شكرا على انتقاداتكم، شكرا كذلك للاخوات اللي كيدخلوا عندي كل يوم كيسبوني، كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم دائما الافضل والنجاح في الحياه ان شاء الله. كنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو للاخر باش تكتشفوا معايا المقادير طريقه التحضير ونخليكم، ونتمنى انكم تجربوها فهي لذيذه وبسيطه والشكل ديالها راه كيجي شكل جميل. هانتوما شفتوا من الاله كيفاش كتجي، راها ما شاء الله عليها كتجي صراحه ولا اروع. نخليكم مع مراحل الفيديو. على بركه الله بالنسبه للمكونات كنحتاجوا بيضتين، ثلثي كأس من الزيت، ثلثي كأس من السكر، وثلثي كأس من الحليب. كما كتشوفوا ثلثي ديال الكأس كيفاش، يعني اقل من ربع كأس. بالنسبه للكأس اللي خديت به القياسات دائما هو الكأس اللي كناخذو به دائما للقياس ديالو 150 مللتر، يعني 100 من الحليب 100 من الزيت. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجو كاسين ونصف، دائما كناخذوهم بنفس هذا الكاس. عندنا كيس واحد من السكر بنكهه الفانيلا وكيس ونصف من خميره الحلويات. هاد الخميره هاد الكيس يزن 8 غرام، كيس ونصف يعني 12 غرام من الخميره. هادو هما المكونات البسيطه وسهله جدا. غادي ندوزو الان مباشره للتحضير. اول خطوه كنديروها هي كنحاولوا اننا نصوبوا القالب او لا قالب الكيك. على بركه الله كندهنوه بالزبده، ندهنوه جيدا بالزبده. من بعد كنرشوه بالدقيق الان غندخلوا هذا القالب للثلاجه وغادي نبداو على بركه الله في تحضير الكيك. بسم الله. اولا كنوضعوا قبصه من الملح، كنضيفوا البيض، يعني كالعاده في طريقه تحضير الكيك العادي، فانيلا، سكر، كنخلطوا اولا هاد البيض مع السكر جيدا. من بعد غادي نضيفوا الزيت. بسم الله. والحليب. وهنايا كان جانبا كنجيبو الدقيق اولا الفارينه على حساب التسميه على حساب الدوله، كنضيفو ليها خميره ممكن تعملو كيس ونصف اولا كيسين، راه كيبقى لكم الاختيار. اذا تقريبا هنا كيس ونصف غادي نخلطو. بسم الله. على بركة الله. بسم الله. غادي نضيفو
دقيق على بركة الله. كنجيبو الآن القالب بسم الله، كندخلو للثلاجة باش هاديك الزبدة كتبرد ونتفاداو التصاق الكيك في الفرن. كنفرغو الخليط، كنحاولو نقادو السطح ديالو، من بعد كندخلوه الفرن. أنا دائما كندخل الفرن بارد، طبعا فرن كهربائي، كنعمل درجة حرارة 160 والنار من الأسفل حتى تتحمر وتنضج، من بعد تنعملو النار من الأعلى باش تحمر كذلك من الفوق. بالنسبة للمدة تقريبا 35 دقيقة إلى 40 دقيقة على حسب الفرن ديالكم. على بركة الله، ها هو الكيك بعد ما خرجناه من الفرن. غادي نحاول الآن نفتح القالب. فهنايا على بركة الله كنجيبو واحد الصحن، غادي نجيب الان سكين، غادي نحاول نقسم الكيكه ماشي النصف، يعني ها هو النصف، غادي نديرو اكثر من النصف بقليل على بركه الله على هذا الشكل. فانا هنا راه خليتها حتى بردات، يعني ما تقيتوهاش وهي ساخنه. ومن بعد على بركه الله غادي نجيب واحد السكين، غنعملو حفره بهذا الشكل، واحد الحفرة هكا. اولا غادي نقطعوه هكا بالسكين، ومن بعد غادي نزولو دوك الاجزاء اللي كاينين في الوسط. اذا ها هي بسم الله، فبهذا الشكل نتوما شفتو كيفاش. طبعا هذا الجزء اللي زولناه ما غاديش نرميوه، غادي نحتفظوا به. من بعد كنحتاجوا ربع عطر من الحليب اللي غنضيفوا معاه ملعقه ونصف من لا كريم باتيسيير او بودره الكاسترد. انا كنستعمل اولا استعملت هذه بالشوكولاته باش تجي بنيه، لان الكيكه كما كتشوفوا فهي بالفانيلا. الا عملتوا كيكه سوداء غادي تعملوا كريم باتيسيير عاديه. بالنسبه لهذه فالطعم ديالها خطير صراحه، كتجي مميزه. اذا كما قلت لكم كنضيفوا منها معلقه ونصف بسم الله، ملاعق يكونوا ممتلئين بهذا الشكل جيدا. ومن بعد كذلك غنضيفوا ملعقه ونصف من السكر. غادي نخلطوا هاد العناصر وكنوضعوا الكريمه على النار مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون ثقيله. بعد ما كتولي بهذا الشكل، يعني كيظهروا فيها فقاعات، كتولي واحد الكريمه اللي هي ثقيله، شفتوا معايا. غادي نطفيو الان النار. على بركه الله وكنجيو هنايا بسم الله وكنفرغوا الكريمه بعد ما كنخلطوها جيدا. على بركه الله نحاولوا نملؤوا هذه الحفره. نقادوها، اذا شفتوا القياس ديال ربع لتر جانا هو هذاك بسم الله. وغادي نوضعوا غطاء ديال الكيكه وغادي ندخلوها للثلاجه ونخليو حتى كتماسك لينا الكريمه. على بركه الله الان من بعد كنحتاجوا الشوكولا السوداء، شوكولاته السوداء، وكنحتاجوا كذلك الشوكولاته البيضاء. فهنايا
كما غادي تشوفوا معايا. فهنايا عملت ماء مغلي، غادي نذوب فيه هاد الشوكولاته. اولا نذوب فيه الشوكولاته السوداء دائما على حمام مائي. ها هي بعد ما ذوبناها غادي نزولها. نفس الشيء غادي نعملو الشوكولاته البيضاء. من بعد غادي نضيفو ليها هاد الكريم ديسير اللي كيتباع جاهز اولا ياغورت بنكهه الشوكولاته. غادي نضيف لها هنايا مقدار ملعقتان تقريبا نصف ديال العلبه. بسم الله. غادي نحركوها. كذلك بعد ما ذوبنا الشوكولاته البيضاء غادي نضيفوا ليها هاد الياغورت بالكراميل. بسم الله. ولا كريم ديسير بالكراميل. غادي نحركو. من بعد هنا كنجيبوا الكيك ديالنا. فكما شفتوا كنوضعوا واحد الورق لان غادي تخوى لينا اولا تدفق لينا الشوكولاته باش تدفق لينا على الورق ومن بعد نزولوها. فهنايا خديت واحد القاروره، هاد القاروره اللي كيكون الاسفل ديالها هكا، كناخذوا هاد الاسفل كنوضعوه هنايا في الوسط. وعلى بركه الله كنبداو بوضع الشوكولاته على هاد الشكل. من بعد الشوكولاته اللي تبقات ليا فمزجتها، مزجت الشوكولاته البيضاء مع السوداء ووضعتهم هنايا. غادي نحاول نوضعهم في هذه الجوانب اللي بقاو. وكذلك هذه الحفره غادي نحاول نملاها بهذا الشوكولاته. ومن بعد هنايا غادي ندخلها للثلاجة وغادي نخليها حتى كتماسك، تماسك لينا هاد الطبقة اللي كاينة في الآلة. إذا متابعينا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا. فكما شفتوا معايا كيفاش كتجي، نتوما هنا زينوا بلي حبيتوا. أنا عندي عملت واحد الشوكولا البيضاء مبشورة وعملت منها واحد الكمية قليلة فقط باش نعطي هنايا واحد اللون اللي كيكون مخالف. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم وكنتمنى تجربوها. فيها كما شفتوا سهله وبسيطه. شكرا لكم على كل تعليقاتكم، شكرا على انتقاداتكم، شكرا على كلامكم الطيب والرائع. نخليكم الان تلاقوا فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.